أصدرت ميليشيا الحوثي تعميما لجميع المطابع في صنعاء والمدن التي تسيطر عليها بحظر طباعة أي منشور أو بيانات إلا بموافقة خطية من وزارة الإعلام التي تسيطر عليها. وبحسب المنشور الصادر عن الحوثيين الانقلابيين ووزارة الإعلام غير المعترف بها، فإن الوزارة أصدرت تعميما إلى ملاك ومشغلي ومدراء المطابع بعدم طباعة أي صحيفة أو منشور ورقي بدون موافقة خطية من الوزارة المزعومة. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.